يا من رضعت الكتف في كل ظروف رضاعك، ناور بتعديل القوانين البغيضة زاعما أن الخضوع شجاع. يا من قتلت بشعبنا إبداع، ما زال كرشك حجمه متضخم وعشيرتي بمجاعة. صلي الفريضة نحو واشنطن ليلا مفردا وجماعة. يا من منعت شروق شمس تحرري حتى ظننت بأن نور الشمس في بلد العظيم إشاع. يا قائد الإصلاح، يا قائد الإصلاح، إن فسادكم في أرضنا قد بات لا يحتاج أي إذاع. ناديت بالتغيير تثبيتا لحكم بائد، مارست كذبك فوقنا حتى ظننا الصدق داء. أنت منه محصن بمناعة، يكفيك ما جمعت من خيراتنا، لكن مثلك ليس يعرف أي شك. بالأمس كم لوحت بالإرهاب في بلداننا وكأنها فزاع. زايد على الإصلاح إفسادا لأرض قد غدت أبناؤها ملتاعة. واظهر على التلفاز والبس حلة التغيير في وطني بكل وداعة. من لا يصدق أن مثلك مصلح، يا من جعلت من الفساد صناعة. الطبع فيك وضاعة، والشيب فيك خلاعة، والحمق فيك براعة، والحسن فيك بشاعة. فاركض وراء طموحك المرفوض، أن تبقى على أنفاسنا لو تقدر استرجاع. بالأمس كم لوحت بالإرهاب في بلداننا وكأنها فزاعة. زايد على الإصلاح إفسادا لأرض قد غدت أبناؤها ملتاعة. واظهر على التلفاز والبس حلة التغيير في وطني بكل وداعة. من ذا يصدق أن مثلك مصلح، يا من جعلت من الفساد صناعة. الطبع فيك وضاعة، والشيب فيك خلاعة، والحمق فيك براعة، والحسن فيك بشاعة. فاركض وراء طموحك المفقود، أن تبقى على أنفاسنا لو تقدر استرجاع. الذكي من الحماقة عشر ما بلغته كي تستطيع خداع. أنا ذلك الشعب الذي لم تستطع بالجند هدم قلاعه. الدخل محدود كعقلك، والجموح مسيطر لو تستطيع صراعه. كم ظالم فوقي تجبر عبر تأريخي، ولكن كم قطعت ذراع. لم يبلغ الشعب الذكي من الحماقة عشر ما بلغته كي تستطيع خداعه. أنا ذلك الشعب الذي لم تستطع بالجند هدم قلاعه. الدخل محدود كعقلك، والجموح مسيطر لو تستطيع صراع. كم ظالم فوقي تجبر عبر تأريخي، ولكن كم قطعت ذراع. كم مارد حكم البلاد بطولها وبعرضها، قومت فيه طباعة. أنت الوحيد أكلت من خيراتنا، لكننا لم نستطع إشباع. بيدي أزلت قناعه.
أتظن شعبك قد يصدق وعد خير كاذب متناسيا أوجاعه؟ الكل ضدك فاستفق من غفلة خداعة. الشعب غنى للتحرر لحنه وقصيدتي قد رتبت إيقاعه. الشعب قام من الرقاد كمارد لا تستطيع صراعه. والأرض صلت نحو خالقها العظيم بذلة وضراعة. والناس قد رغبت زوال الظلم والرغبات من شعب الأبي مضاعة. فارحل بنسلك يا بغيضا قبل أن يأتي قيام الساعة. وإذا رفضت فليس فيك شفاعة. كل رسالة لنا على الانترنت وكل ايميل وكل كلمة بنقولها في كل مكان لازم نفعل الموضوع ويبقى مطلب شعبي لكل المصريين. الاعلان الوطني ضد بيع الغاز نعلن نحن المصريين المتوقعين على هذا الاعلان من هيئات وشخصيات رفضنا التام والقاطع بيع الغاز للكيان الصهيوني، ان هذا تفريط في الثروة الوطنية للعدو المستعمر القاتل لأسرانا المغتصب لأرضنا الطامع في بلادنا. ونرى أن أصل هذا البلاء وكل بلاء هو اتفاقية كامب ديفيد وتوابعها. لقد تحول الغاز المصري من سلاح في يدنا إلى سلاح يستخدمه العدو ضدنا وضد أشقائنا في فلسطين. إن الجريمة الكبرى أن يباع الغاز للعدو ويمنع بيعه للشقيق المحاصر. نؤكد أننا سنسعى بكل السبل إلى فتح هذا العمل ومناهضته ومحاسبة القائمين عليه كبارا كانوا أو صغارا. موقعين الأحزاب الكرامة العمل جبهة الإصلاح والتغيير بالحزب المصري جماعات وحركات وقوى سياسية الإخوان المسلمين المشتركين الثوريين حركة كفاية شباب 6 إبريل المؤتمر المصري العام نقابات نقابة الصيادلة لجنتي الشؤون العربية وحريات نقابة الصحفيين لجنة العمل الوطني نقابة العلميين جماعة المحامين المصريين لجان شعبية وجمعيات اللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني بالدقهلية وفي دمياط وفي الإسكندرية اللجنة المصرية العامة المنقطعة لجنة الدفاع عن الحق في الصحة الجبهة العربية المشاركة في المقاومة الفلسطينية تحالف الشعب العربي المقاوم مصر الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد لجنة أساتذة الجامعات المصرية المقاومة الصهيونية لجنة فك الحصار عن غزة اللجنة العربية للتحرير والعودة. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضعتموني في حرج شديد إذ قدمتموني بعد شاعرنا الكبير الأستاذ عبد الرحمن يوسف، مش عشان حاجة، عشان تديم وجعلكم التسئيل وبالتالي مش هتضطر تسأل في أي كلمة. نحن النهاردة بنجتمع في نقابة الصحفيين قلعة الرأي الحر نحتفل مع شباب مصر شباب 6 ابريل وهو بيقدم تجربته الناجحه والتي فاقت كل التجارب الشعبيه منذ عده سنوات بل منذ عده حقوق. 6 ابريل شرفني النظام المصري باختطافي بسيارتي من احد شوارع مدينه مصر الفاضيه في الدرك. شرفوني عشان اكون مع الشباب ومع بعض قيادات العمل الوطني المصري في سجن الملك. اقول ان هم اسرونا او خطفونا، كنا اسرى او مختطفين مش معتقلين، لأن هم بيعاملونا كشعب من الأعداء. شباب 6 إبريل زي ما جاء في دعوتنا الكريمة شباب يرفض أن يشارك في منظومة